بلش الآن شباب، راح نأخذ عملية القياس بواسطة الميكروميتر. بعد ما أخذنا القياسات بالكاليبر راح نأخذ القياسات بالميكروميتر الموجود بين إيدينا. هذا الميكروميتر هو زي ما بتعرفوا أنتوا أنه دقته أعلى من الكاليبر. طبعا الميكروميتر كونه حساس، طريقة مسكة الميكروميتر مهمة بعملية القياس. لما بدي امسك الميكروميتر راح امسكه من المنطقة عندي هون بالشكل هذا. بفتح الميكروميتر بالطريقة هاي لما اجي عملية القياس. طبعا انا في عندي بالميكروميتر اللي هو السليف. السليف هذا الجزء، هذا الجزء المدرج من هون، والجزء هذا الاسطواني المتحرك هو الثمبل. عندي الراتشت، هذا الجزء اللي اسمه الراتشت، هذا بستخدمه لما بعملية القياس قبل وصول الجزء المتحرك والثابت للفك الميكروميتر للقطعة اللي أنا بدي أجيلها عملية القياس بستخدم الراتشت. لاحظوا أنه لما يوصل الراتشت يصير اصطدام خفيف، راح نلاحظ أنه في عندي في صوت راح يطلع معاي من الميكروميتر. هذا الصوت مجرد ما طلع خلص انا بتوقف عن عملية اللف او الدوران على الميكروميتر. تمام. طيب انا في عندي العينة هاي صراحة فيها قياسات راح اخذها بالميكروميتر، وفي قياسات ما راح اخذها بالميكروميتر لشغلة انه عند القياس هذا اللي هو أخذناهم القياسات هاي الخارجية، أخذنا 3 قياسات. إذا بتلاحظوا هذا كان قياسه أقل من 25 ملليمتر، القياس الأول أو الدياميتر الأول للعينة. فأنا بقدر أخذ القياس بالميكروميتر اللي موجود بين إيدي. أما القياس أو الدياميتر للقطر الثاني والثالث ما راح أقدر أخذهم بالميكروميتر كونه أنه قياسهم أكثر من 25 ملليمتر. في عندي كمان العمق هذا والدياميتر الداخلي لنفس القطعة ما بقدر صراحة أخذهم بالميكروميتر الموجود بين إيدي، لأنه مش مهيأ عندي الميكروميتر هذا اللي بين إيدي أنه يقيس لي الأقطار الداخلية والأعماق الداخلية. فإذا أنا راح أخذ القطر الخارجي للقطعة اللي هو القطر الأولاني، وممكن أني أخذ البعد هذا أو المسافة هاي الموجودة بين إيدي على الميكروميتر. خلينا نباشر بعملية القياس على الميكروميتر للقطعة أو للعين الموجودة بين إيدي. لاحظوا أنه أنا عمال بفتح، راح أفتح الميكروميتر على القطر الأول ونشوف كم راح يطلع عندي على الميكروميتر. طبعا راح تكون العملية بشكل أدق من الكاليبر. لاحظوا أنه أنا وضعية الميكروميتر للقطعة برضو لازم تكون يا شباب على أعلى نقطتين بالشكل هذا زي ما هو واضح عندي. لاحظوا أنه بلش فك الميكروميتر يقترب من القطعة. هسه هون اقترب بشكل كبير. أنا بالحالة هاي بلف من إيش؟ من الراتشت. لما أسمع الصوت خلص بتوقف عن عملية الدوران وباجي أنا بسحب الكاليبر الميكروميتر وبثبت القياس وبتم عملية القياس. إذا بنلاحظ هون القياس 20 ميلي وتقريبا خليني أشوف شوي 20 و50 55 58% من المليمتر. تمام. لاحظوا إنه قياسي 20 و58% من المليمتر. هذا بالنسبة للدايميتر الأول. الطول للقطعة
ما بقدر برضو أخده لأنه طبعا أكثر من 25 ميلي، فأنا راح أخذ الطول فقط، الطول هذا اللي بين إيدي، بحط العينة بالشكل هذا زي ما أنتم ملاحظين، بزغر أنا المسافة طبعا، بدي أزغرها عندما يجي يقترب القياس بالطريقة هاي. سمعت الصوت، بتوقف عن عملية الدوران وباخذ القياس. فالقياس رح يكون عندي 14.5 4% من المليمتر، تمام؟ 10 11 12 13 14 14، وفي عندي الشحطة هاي اللي بالأسفل اللي بتمثل النص، وفي عندي 5، فراح تكون القراءة 14 و50 و5، فراح تكون القراءة بالضبط 14 و55% من المليمتر. هيك بتكون عملية القياس بالمايكروميتر. وهيك بنكون انتهينا من عملية القياس على الكاليبر وعلى المايكروميتر، وإن شاء الله يكون إنه استفدتوا واستوعبتوا الموضوع، وبنكون احنا يعني ان شاء الله يكون انه كفينا ووفينا.